بعدها بعدها شباب بعدها. الله الله زهير ابو شجاع كفو نادر تكبيس شباب. الله الله علي زهير اضرب يا شباب. الله الله بالصوف شباب تابع الداعمين يا ابطال. ألف رحمة على والديكم يا أبطال ما قصرتوا. أبو سيلين العلم علي زهير جود ريلكس شيخة بالتالزيت سيفان أبو شجاع شاورمة حبيب قلبي البصراوية كوين عبد الله الشمري أدن عدنان عماد عباس فالح مريم نادر زهير ليوس مطعم العائلة المحامي أحمد ياسين القصاب حبيب قلبه علي الزهيري خالد قراج البطل زيد الراوي علاو بابا دكتورة سوزان يعجز اللسان عن ذكر الأبطال كرار ديوانية سيد حسن شباب اللي ما ذكرنا اسمه خلي يعذرني رحم الله والديكم ما قصرت يا أبطال الكبس الشير تحية للمصممين تحية للي شير للي كبس تحية للجميع ألف رحمة على والديكم يا أبطال تابع الداعمين بدون أمر عليكم الدوس ريرحم بالله يا يوم علامة الزاعة الموجود قليل بس شهيد. بركة والله أنتو كبار بالله. شكرا والله ما قصروا جميعا أبو شهيد حبيبي شيد الله وجيهكم جميعا اللي عندك عمار اللي جميع والله أبو شهيد وش تريد من أبو شاهين تركض وراه غير حساب جديد إذا أنا خسر ليش تركض وراي على حساب استوصل صار ربع ساعة لا يا حبيبي الشخص نفس الشخص خلاص تعال هلا بيك بس باكر راح اوعدك بيها انت فرصتك حبيبي معاك لين اخر يوم في حياتي ما تفوز اسمع خلص. الحكم الاول اول شيء شنو احكامك كانت علي في اخر جولة بيني وبينك بعد اللي حد الان كفو من الجميع والله حبايب لا 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 ذكرني تكتب برا الحائط و كتابات كانت خلاص اختار واحد ونفذ السن بالسن والعين بالعين اللي قالها حمورابي ملك من ملوك العراق نفذ شو تريد اسوي لك اعطيني احكامك شنو الاحكام الثلاثه هذه قبل سويت عليك ثلاث احكام نزل حاله بالسنيب شات حلو الحكم الثاني الحكم الثاني تكتب ورقه وتعلقها بالحائط من صورة كاظم الساهر لا 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 والله اتذكره والله حتى كنت في فندق ببغداد تكتب لي الآن بورقة ناصر لوبيرس سكر ملفي ما عندي والله لا ورقة ولا قلم اكتبها بيدك بيمن اكتبها بيمن بالحماك وقلم ما شو يقول لقيته لا لقيت استغفر الله والله يلا سلمي خالد ناصر انتم التب يا بعد قلبي والله بيض الله وجهكم جميعا ما قصرت والله ورني ورني خلني اشوف
ما بي الربع ما بي منتظر الاحكام مال ابو نهار. شنو هذا شنو هذا؟ ناصر سد ملف اليوم كاتبها بالالماني ولا شنو؟ لا بالعربي. ارحب بالهول بالعربي بالعربي كتب. نشوف ما لا 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 ابو شاهين مو مكتوب خلنا نشوفها عدل. ابو شاهين شو مو واضح كان شو؟ شو السالفه يا ربي؟ هو يشوف شيء احنا ما نشوفه. ناصر سد ملفي خلاص اوكي صادق. شنو كذب عليك؟ قابل انا كذاب شنو ناصر؟ لا 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 حشاك انا مستحيل الكذاب ما تقبله في حياتي لانه مؤذي. هلا عمار كومنت عيوني انا عباني تناسي. عيني شلونك اخبارك؟ والله يعني راح احكمك بهذا السكور شو اسوي يعني؟ قول عيوني كومنت. شكرا شكرا ابو نهار راح احكم بهذا السكور. خذ راحتك تدلل يا ملك. انت عيبك شيء واحد يا رايد انك مانشستر. لو تغير مانشستر تصير انسان كامل. هاي افضل ميزه بيه مانشستر. يا الله شنو شنو عندك احكام رايد؟ عموري البارحه قلت لي زي عربي وهذا زي موجود مو يعني زيك الكردي موجود. حبيبي سيد فرقان رحم الله وديك يا طيب. اي موجود باربيل والله. شنو باربيل؟ ليش توين؟ ها ما رجعت انت؟ اي بعدني والله. لعد شلون البارحة تقول لي هذا ازاي ورايا؟ لا انا قلت لك انت قلت لك انت تلبس موني. يا اخي اطلب منك طلب امون عليك ابو ود. اي يا عمري خفف على ابو عبد الله. ابو عبد الله ما يعاند هذا. ليش ما خففت على ابو شاهين؟ لا هذاك يستاهل. هذاك انطحت بيده انا. لا اعطيني يسويني كباب. اعطيني ثلاث احكام رايد. هذاك ما يستاهل الرحمة. زين واحد زي ايه يعني هو وين حسب موجود او موجود؟ اثنين أوكي. موال عراقي محمداوي. انت ما شوفك تغني مواويل؟ بلا غني مواويل يعني بس هسه يعني ما محضر وبوتيل فما تعرف يصير. ورقه من وقلم من ارجع ورقه وقلم بشاهين. طيب رائد تعبتني من عيوني من ارجع اسمعك موال تمام رائد. هسه ورقه وقلم اكتبها تعبتني زين سمعك موال غير موال يعني اللي اني محضره. هاي انت محضره العدوان الحكم. لا يعني هو انت مو ردت موال يعني نغني موال. الحمد لله رايد ما يحكم علي. الربع يطلع لي يخلي شعري ابيض والله العظيم. والله يعني يكتبون شو اسمه رايد جديد بالجولات تجي ضربته مثل ضربه الغشيم كالتالي. يا ويلك مني يا رايد شوف ايش اسوي فيك انا. يلا موال موال. رايد ملك وعلى عرشه متربع تسمع ولا لا؟ فذ ولا عيون. شباب اريد اشتكي من خلال هذا اللايف ترى انا والله ما راح اخلص. رايد الحق لي. شوف راح اسمعك. خليك تكمل عمار. يا الربع تقصر للانستغرام مال ابو شاهين. حبيبي جود الف رحمه على والديك جود ما قصرت. ممكن تنتبه لكلامي؟ دقيقه وش انتبه لكلامك؟ فاتح مطعم على اسمي بالعراق ترى بسطيات وكبوسه كل شيء مسوين هسه يلا دريت. مطعم وش عاد؟ لحم سمك خلي الله يرزقه بس حاط صورتي بلعابه باوع. يبو عليهم بالعافيه يحبونك الناس يحبونك. دعايه وين فلوس الدعايه؟ خلي يربح خلي يربح ابو شاهين. يعني شو ترفع قضيه ابو شاهين؟ اي راح اشتكي يا ام عزيز ناصر. يا الله عزيز ناصر والله. هو انا سمع موال عراقي يلا بس اللي قاله هذا موال ان شاء الله اني بس ارجع وعد مني ان شاء الله. ابو شاهين خالد بس ركز قزاز سيارتك قزاز سيارتك امسحه يطلع على وجهك. ايوه الحين صافي غير جت مطر. ها مطر هذا مطر وانا مشغل تدفئه. الجو بارد برا وانا جو عرق لا اقدر انزل الجامد من المطر. محصور شلون الدجاج الشوي. يلا نسمع من عمار شيء. يلا 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 نسمعكم مال موال. يلا يلا موال نسمع من عمار. يابا اطلبه من عمار الشيء اللي هو يعني يعرف للرجل. اكو مواويل ما تجي على الطبقه مالته. المواويل يم لا اقدر انا يا ابو شاهين والنعم انا ما يعني ما يعني لازم احفظ واحضر فاهم. ايه ما محضر بس انا طمعان بيه اريد اغني موال مالتنا في مواويل هوايه حافظ مثلا في اكو شغلات
بس اللي موجود حاليا يهمني لانه انا مسافر. يلا اللي يلا. تقدر عليه. هذا وش هي الحين؟ ياكل. ايش طلبت منه؟ موال موال. حبايبي كم والله ما حظوظي اليوم ايه هسه القعد يمك الله انا احبك واحب كل حرف باسمك انا احس يجرن سوى دمي ويدمك كون أبوسك كون حضنك كون أشمك كون أضمك كون أحط راسي على صدرك بلكي خدي يزيل همك ناري ما تطفى ولا نارك طفت وعيني قبلك تبكي دا عينك بكت يا العزيز الما بعد عن بالي لحظة ما أقول أنت بعدد وشلون أضمك الله عليك عمام واه لو يذكرونك قبالي الله واه لو يذكرونك قبالي قبالي وجه القلق لو جاب واسمك الله 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 انت نقطة ضعف انت انت نقطة ضعف انت ولو احب ثاني الله. لو احب ثاني أحبك وبس والله الله عليك عموري الله يا عبد الله ليش حارمنا من المواضيع عموري تجنن تجنن يا سلام يا ابو عبد الله يا سلام عموري عيوني مبروك ال 3 مليون حبيبي استاهل حبيب قلبي مبروك 3 مليون استاهل يا ابو عبد الله مبروك مبروك استاهل ابو نهار شنو 3 مليون وين 3 مليون على التيك توك للضوج اخويا الزعيم زمان هسه قالوا لي والله ما والله هم هم ديكتوم اسمه من زمان الله يبارك فيكم شكرا ايه من ذاك الفت تذكرون ايش وقت كان قبل ثلاث اسابيع ايش قد كان ابو شاهين صار 40,000 هسه يصعد اي والله لا اليوم ان شاء الله لا ابو شاهين لازم حساب احتياطي يصل الحب 200,000 ان شاء الله عاشت ايدك والله خوش انجلدوا حبيبي انا اليوم ما عندي الا صلخ لحد قرب لي ايه يعني مو كل مره تفوزون عيني يلا نشوف يوم علينا ويوم صح ولا لا ابو شاهين حبيبي احنا
نعم راح ادعى عليك، راح ادعى هسه من الشباب راح ادعى تدعي لي شو تقول؟ الله ينصرنا على القوم الظالمين. يلا منو الظالم الحين؟ لان مصائب قوم عند قوم الفوائد. اجي احسك يعني فد مره خنقتني ابو شاهين. انا اقول لك شيء قلت لك يا ذاك اليوم، صار لك اسبوعين ما تقدر علي. والله حضر نفسك، هاي غيابك 3 ايام مو هين. والله يا اصابه كسرت رجلي، تريد تقتلني؟ والله مو ذيه، والله شفتها قلبنا عصر عليها ابو نهار. اي والله ما عاد غير الحال. ما تشوف شر يا رب. اي والله بالسلام عليك والله. اي والله شو اسوي، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شو احس ابو نهار؟ احس برود، ما يقدرون يدافعون على نفسهم. والله يا رايد ما يقدرون. فيك انت؟ لا احنا تصير شنو يعني، احنا نقدر الفوز لاصدقائنا، بس ترى باكر باكر تجون ما تربحون ترى، مو كل مره عيد يعني. ليش باكر؟ باكر لا يعني خلاص يعني، اذا تلعبون هسه ما عندنا مانع، بس خليها باكر يعني. اي بالفرنسي يقول ابا مويا جاجة. لحظه خل اجيب شحن. يقول لا تحاول، حاول نمر عمي. مرات من تجلدون ابو نهار جولتين ثلاثه ولا يحكي، كمل سر المعنويات. افا والله عليك اخوك جبل يا بود. شنو مو مو يخاف ابو شاهين؟ ما يقدر. خايفين انا احس. ايه عافيه ابو نهار. ابو شاهين ارفع الرايه البيضه استسلم. راح اسجل روحي اسمك حتى ظل كل يوم يمك، انت بس خليني لحظه حتى انطق واقول اسمك، انت طيري صعب غيري ياخذني منك. تدري والله على وجهه لايق الصوت. راح اسجل روحي باسمك حتى ظل كل يوم يمك. ابو شاهين عطني كهرباء بالصوت هذا. كهرباء. حبايبي اللي رتوا القعده، عمار عمار مرسل لكم شيء بالجروب ابو شاهين وبود. ما وصلني ما شفت. حبايبي اللي رايدين القعده، مقطع الفيديو موجود بصفحتي بالانستغرام قلبوا بري لا تتجوا تلقوها. ما وصلني شيء ابو نهار من عمار. ايما شكرا. اي عمار يقول بس اشحن واجيب الشاحنه واجي. يلا يلا ما عندنا شيء ننتظره. مو اذا يظل اللايف هيك يجي يعني، اذا يظل يعني اللايف ينزل له شنو؟ لا 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 قال له حجيب الشاحنه واجي. عمي انا بالنسبه لي احكي لك صراحه غير ابو شاهين غني الاماكن غير موجود فنان. اقول لك اغنيه العالم يمكن نزلت باليوتيوب، خلينا نشوفها بالله. وش اغنيه العالم؟ العالم العالم اللي سواها لكم نزل لي وحده. رائد بشرني عن خارطه روحي. اوه ما شاء الله الحمد لله. كم وصلت ما شاء الله باليوتيوب؟ 2 مليون والترندات بالعراق مكسره الدنيا ما شاء الله. خير ما شاء الله. خير من الله. الله يجزيك الحمد لله والشكر. وصلت مشاهدات اليوتيوب مالتي 15 مليون على اي مقطع؟ استاهل. على مقطع مال قياده السرب من جبال حمرين. والله تستاهل يا ابو شاهين. عندي قصه مال النقيب قاسم الدليمي نزلتها، يعني كان الصندوق اسود بالعراق ونزلتها، ما حد يعرف شنو فيلمه. وبيوم اللي طبيت بالميراج طبيت بنص الشمس. يوم الاسير؟ لا ضربنا سربين سرب بسرب. ايه وين؟ عيني لا بس جبت شحن والله. اي ايش جوكم؟ كيفكم والله؟ كيفكم انتم؟ تلعب جوله واحده باور؟ نازله بس واحده. شلون باور؟ هي من لعبه واحده ضربه واحده، لو احنا وكل شيء بيها، لان انا ما ارتاح اذا انت فايز عليه احكي لك صراحه. زين اسمع، جحفله جولتين. لا جوله من اول ثانيه. لا لا ابو شاهين انقهر انا والله من الجحفله، ما اكرهها كره. جحفله جولتين لا فزنا هي بس هاي ترى. واذا ما فزتوا
نلعب الثاني. بعدين انا تعال معي صديق لازم اشاوره. لحظه لحظه، شو تريدون هسه؟ جوله وجولتين ابو نهار. ها انت قول وانا بظهرك. لا والله ما اتعداك يا ابو يا روحي روح روح. اه عمار جوله ولا جولتين كيفكم انتوا؟ بس انا متاكد راح نفوز، متاكد يعني ان شاء الله هالمره راح افوز. ابو ايش تبي اغنيه الحين على ذوقك؟ لا لحظه هذا وش يا اخي؟ والله ما اقدر اشحن بالله. رايد معلق ولا ايش فيه رايد؟ اني يمي يمي اقول لك ايش تبي تسمع؟ مو صارت وشه يمي 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 عند ابو عبد الله. ها يا معمر حبي ايش تبي تسمع بالجوله؟ تبي تاخذهم على شيء عاطفي؟ ايش تبي؟ عبد الحليم وطني عبد الحليم حاضر. لا الجديده مال حسين الجسمي الله هو اكبر. شو اسمع؟ جديد اتاني. كان الصوت قوي اتاني. اتاني عظيمه والله. ابو شاهين عمار. نعم هذا الميدان يا حميدان، يعني راح تربحون على اساس حبايب القلب انتبهوا. شغل الماني بعد يا واحد شغل الاغنيه شكله راح يفوز علينا بالاغنيه هذه. على اغنيه الماني راح افوز عليكم. شو اسمه ابو شاهين هذا؟ دورته ذاك اليوم ما لقيته. شو اسمها ما لقيتها الاغنيه الالمانيه؟ اي هذا اللي مشغلها انت. اسمها تتاكا في اسفانش يا خلال. صدق صدق يا ابو شاهين لا تستعبط والله. صدق صدق والله اسمها 24 24 ساعه 24 بال اكتب بالانجليزي 24 تطلع لك. ابو شاهين تفهم على الكلام كله؟ لا تستعبط طبعا. دع السنان نايم بالموني يما حطت القرار. يابا اي واحد ابو شاهين حبايب القلب هاي نطالب بتكبيس قوي من صوت الروح. يا اخي اقرا اقرا المقطع. شو اسمه؟ اتمنى 24 اسمه الف. يا اخي ما في شيء اسمه 24 لا تجنن. 24 ايش يعني 24 ساعه لازم تكتب. يقول 24 لا اسمها 24 اس ايوه تي اس تي يو يو طلاب مدرسه يو ام ام ان ناصر ولا ام محمد؟ ان ان ناصر. اوكي دي 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 اي ان شتون دي اي ان. يلا روح رايد خذينا اغنيته يا رايد. صدق صدق اه ابو شاهين جبت شلون ضحكنا عليه رايد خذينا اغنيته اعطينا اغنيه ثانيه يا الربع ما بي شيء رجت على الحساب مال ابو شاهين والله. مبروك برود هيرس كومنت سمره برود هيرس ماكو شيء كومنت لا يضل بالكم والله بس رجت على الحساب مال ابو شاهين لا تضوج يا معود. يلا 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 يا الربع يلا 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 هسه نفرفش يلا يلا واحد اثنين يلا خلاص خلاص اعطونا التكبيس لين الدبل بس دقيقه راح اغيرها هسه. شوف ابو سنين الله الله ابو سنين العلم الفرح مع على والديك يا بطل. شباب الجو احترق يا شباب. Where will the future of computing كرار حبيب قلبي. شباب كبس الشير تابع الداعمين الفرح مع على والديك ابو سنين يا بطل. اضرب يا شباب اضرب يا شباب لا تطوهم مجال. يلا بعد يلا بعد يلا بعد اجوا 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 يلا يلا الله الله كرر ابو سيلين البطل. يلا عاشو اي جد جد
شباب قفاز دير بالك ما تقدر خليك على السماع. الله الله دكتورة سوزان لجين علي موكس اضرب يا شباب برشولة خبر ألف رحمة على والديكم يا أبطال أبو سيلين علي زهير شيخ أبو الزايد أبو تيم بالزيد أبو تيم عمر كوين شباب تابع الداعمين نادر عشق بدوي زهير ليوس علي الزهير دكتورة سوزان مارك البارون كرار ديوانية علي لجين الكنز علي ماكس جعفوري كل المود عقرب المخفي نشوان القصاب ألف رحمة على والديكم الكبس الشير المصممين الموجودين شباب تابع الداعمين رحم الله والديكم ما قصرت يا شباب باس دوسري عيوش طيب ربنا بدون دبل يا رب شو شاهين والله يجوا اللي عندك دبس أبو شاهين غنية خمس مرات ألا أغنيها اليوم باقي جولة باقي جولة عمار ما فوت متأخر والله باقي جوله حكم هذا بعد يلا شباب الحكم بس اغني راح يا رايد والله لا لا جوله واحده جحفله جولتين لا 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 والله جحفله جولتين قلت. عادات وتقاليد من متى يا ابو عبد الله اي بس انت قلت احنا قلنا جوله واحده لا رايد عمار 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 ابو شاهين رايد قال جولتين رايد قال جولتين احنا مو اتفقنا جوله وانت قلت الجحفله جولتين لا لا يا رب بس روح باسمك لازم خليها لا لا تخربونها يا الربع لا لا ما نخربها بس والله ما نلعب جوله واحده ما نلعب جوله انا قلت ابو شاهين بس ابو شاهين ايش قال قال جوله تعال إيه انا قلت جولتين اليقين تعال يلا ما يخالف عموري ما يخالف ما يخالف احنا اخوتك اتفقنا حرام احنا اخوتك احنا اخوتك عموري تعال خل اعوج لك اياها انا اخوتك اقول يلا ما يخالف لا مو على هذا بس احنا قلنا جوله والله يلا انا قلت لابو شاهين جولتين لا ابو ناصر موجود شوف انت ايش قلت ابو ناصر منو قلت بس لا غني ابو حب عموري بس عموري خذ بحب فلا جولتين صح مو هيك قلت بعدين خذ بحب عموري خذ بحب وخذ بحب لا يا كلها بحب والله كلها بحب يلا 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 لا اغنيها اليوم وتسمعها كامل اذا تقدر خذها ابو شاهين اذا تقدر خذها يلا شباب اسمع هذه يا ابو الود اسمع هذه حاله طوارئ اذا اشتغلت مسلسل حفرة شكور اني واحد فايزين اثنين ثلاثة اعتبر فايز هذا الجولة راح فايزين صراحة لانه احنا لعبنا على اساس جولة واحدة روح روح تكبيس كومن حلو هاي الاغاني شباب ألف رحمة على والديكم كبس وشير أضرب يا شباب أضرب يا شباب بس خلي يروح الإعلان كفو يا شباب تابع الداعمين ألف رحمة على والديكم ما قصرت يا شباب اليوم اللي أغني راح أسجل روحي باسمك
قفاز يا شباب، اضرب يا شباب. او ماي جاد، على راس كل الداعمين، ابو سيلين، علي الزهيري، الشيخ بالتالزيت، عمر ابو خطاب، ابو تيم، جبران، يوسف، مثنى، البصراوية، كويل، لجين، عمر، نادر، عشق بدوي، زهير، ليزون، يعجز اللسان عن ذكر الابطال، الكبس، الشير، كفو يا شباب. ألف رحمة على والديكم. تعال تعال عمري. ظهر واحد صفر مو؟ أقول لك شيء يا أبو شاهين. لا تقول لي تعال تعال. إيش تبي تركض وراي أنت؟ شكرا شكرا. اسمع راح أسجل روحي باسمك كاملة. لا اسم أبو شاهين أنا ما يجوز أحكام، تدري ليش؟ رجلي مكسورة، تريد تقتلني؟ تريد تقتلني. قبل شوي شاتر رجلك مكسورة، قبل شوي لزمت عليه واليلو صح؟ والله 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 أوريك أبو شاهين. والله أنا مسكين، والله أبو شاهين والله مسكين، حرام عليكم. رجلك مكسورة وحسابي حرام عليكم. ها حكمتني. ها ها شوف شوف أبو شاهين. سلامات سلامات والله. شوف لعد شلون طيتني حكم لعد انت رجلك مكسوره؟ شوي شوي ما كان الجوله الاولى ما كانت مكسوره عمار. اه هسه عثمان عمار حرام عليكم. والله شكرا. وين الانسانيه يعني؟ يعني عمار انت فنان لازم تكون عندك انسانيه. ابو شاهين انت دائما تتكلم عن الانسانيه، وين انسانيتكم تحكمون واحد مكسور؟ الرسامه ممنوع. لا بس هو دي يقول لك حكم ما راح ياثر على الكسر، كل شيء بالعكس. في ثانيه انه يقول لك راح اسمعك، راح اسجل روحي باسمك. هذه مو عمار، هذا اقوى حكم بالدنيا، ما بي خليني اكل 30 بيضه ولا اسمع. رايد والله بدي اعطيك فتح حكم. رايد اسجل روحي باسمك كامله وتدل عليها حلوه من اغنيها. عمار شاهين انا افذ لك اي حكم بالدنيا غير شيء. سويت لك حكم على ذوقك. ارحبي يا طيب، مرحبي، بيض الله وجهك. انا انطق على ذوقك وافيه. سويت اسوق كاني عمار. انت عمار عمار ابو عبد الله. ابو عبد الله ممكن اقول لك شيء؟ الحكم شنو؟ انا اللي على ناصر قال خمس مرات سجل روحي باسمك. يا رب يا رب تمام. قولوا لا اله الا الله جميعا. لا اله الا رسول الله. يا الربع ترى عمار اقدم واحد في البثوث، سالتك بالله يا عمار يعطون حكم ولا ثلاث احكام؟ ثلاث ثلاث. ابو شاهين انطي حكمين. أيوة. اعجازي انا اعلمك قديم. انا حكم تركض 2 كيلو مكسور. حكم الثاني انطي حكم يعني تعجيزي. ما اقدر. وين انسانيتك؟ صار لك ساعة تتكلم عن الانسانية. مو قلت انت ثلاث احكام بخدمتك. طيب الحكم الثاني. اول حكم تركض 2 كيلو. حلو. الحكم الثاني تصعد الدرجة تنزل خمس مرات. يا الله عاد مكسور خالي مكسور. عمار مو ثلاث احكام متقدين بالبرنامج. ثلاث احكام صح. وحكم اغنى راح اسجل روحي باسمك خمس مرات تسمعها وتقول لي حلوه. مكسور 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 رجلي مكسور. شلون اركب رائد؟ شلون حقك والله ابو شاهين؟ لا تقول حقك بي. يا ولد كيف افهمه يا ولد؟ مكسوره رجلي الحكم. هو مطيك واحد مال الاغنيه. ارحب الدوسري. اعطيتك ثلاث احكام اختار واحد. وين خادم المظلومين؟ اكبر ظالم انا خادم المكسورين. شفتوا؟ لا الحي لا تؤمن فتنته. شوف الرجال تغير. خادم المظلومين على راسي بس حاليا انت لا مش شوي قال انا اكبر ظالم. خنقتني وانا قلت لك اياه اللي يظلمني اظلمه. طيب اوكي اوكي خلاص يا ربع انا بركض 2 كيلو.
بس اسمع اي شيء يصير فيني يا الربع ترى في ذمه الرجال. العد ليش تلعب هاي احكام ما بيها احكام؟ انا جايب لك تقرير طبي مصاب. خليه هان بذمتي اركض عادي. والله انا اقول ناصر خلي يغني احسن بصراحه. عمار للحكم هذا يا عمار الا الحكم هذا لو اغنيتي هذه ما بيخربها لا. فكنت اختار الشباب اللايف يقولون ايش وقت تحكم ما نعرف. لا لا يلا عشان جايب لكم اسئله من سيربح المليون يلا. ما يخالف اغنيها عمي مو خمس مرات مره واحده. خلني اكتب لك بالورقه ابو شاهين سكر ملفي. لا لا ما اريد انا اريد ارد اغني راح اسجل روح بس مكان اريد هذا الحكم شنو ما اريد غيره. يعني انت مصمم؟ اي والمصممين جاهزين راح يسجلون يكتبون اغنيه ناصر الابيض ويقول لك حلوه هم. مو حلوه اي راح اغني لك اياها حلوه والله. يلا غن سيد شغل الحين. غن شغل الموسيقى يمك. ماكو موسيقى بعد انا شغل موسيقى. اي شغل ماكو شاهين. شوف كاريوكي موجود. كاريوكي لازم يمك يصير فرق بالصوت ابو شاهين. لا شاهين عندي عشرة بالله. لحظة تدلل. ما فرق ما حد طلب اغنية. ما حد طلب. ما حد طلب. يقول تدلل اساس يطالبينها الناس. طلعت والله موجود كاريوكي. رايد عيني حبيبي قلبي. أصعب حكم من دخلت التيك توك. الحكم الأول. شوف الحكم الأول. يلا نسمع نشوف الحكم يلا. لا يلا قول قول عمار قول على ما يرتب. أول شيء. لا خلي خلص بعدين. أول شيء نسوي الحكم. الفنان محمد عبد الجبار كل الحب والاحترام والتقدير لك. تحياتنا لأبو إبراهيم. تحياتنا لأبو إبراهيم. اللهم اني استودعتك اغنيتي الجميله. اللهم اني استودعتك يا اخوان. انا شايل السماعه مو بالموبايل. اللهم اني استودعتك كومنتي. راح اسجل روحي باسمك حسب كل يوم يمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وين اضمك راح اسجل روحي باسمك حتى ظل عمري يمك انت بس خليك يمي حتى خلي انا حتى خلي رايد يمي شنو الكلمات اللحن روحي ودمي دمك اتمنى تدري عمره حلمي 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 والله كنت احب الاغنيه يا جماعه والله لا خرب الكلمات عيني انت وروحي انت ودمي دمك اتمنى تدري انت عمري وحلمي حلمك ادعي لربي حبك الي يا غالي ويسلمك راح اسجل روحي باسمك حتى ظل كل يوم يمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وانا ضمك عمار شنو شنو الموسيقى موسيقى والقفلة كانت قوية لا القفلة هاي بالصدق مو طربية ابو نهار مواي مواي لازم نشارك خلاص ابو شاهين اصعب حكم سويته انا في حياتي ارجوك اعتقها ابو شاهين السماعة خلي السماعة عيدة حاط السماعة انا عايش عمري لاجلك لا تظن بيوم ازعلك المهم عند انت ترضى وما تفارق عيني لحظة ما تفارق مرة بوسك مرة اشمك انا عايش عمري لاجلك تدخل بيها يوم وزالك المهم انت ترضى وما تفارق عيني لحظة ما
مرة بوسك مرة شمك انت طيري حزن حزني انت طيري انت حزني وانسى انت طيري وصعب غير شلب بطيري طيري يعيده طيرتك اخ يا ربي خلاص ادعي ربي يحفظك ادعي ربي تخلص اغنيتك ابو زين بعد التطير بعد دويتو دويت بعد التطير ارحم والديك راح اسجل روح لا تسجل شيء روح حتى ضلت العمر يمك انت بس خليك يمك مو لو فايزين عليكم انتم نسوي انا حاير وين ضموعك؟ أساس عربة يعني راح بس راح أبو شاهين أبو شاهين اسمعوا أبو شاهين ارتاحت يشطب يشطب ذب السماعات من عبرت ارتاحت؟ ارتاحت عليك ليش؟ تشجيع هذا يعني هذا يسمى حلوة كانت من غنية ثاني؟ طبعا كل واحد بلون أنت غنيت بلون أنا غنيت بلون ألف رحمة عليك ما تستقى بالنفس والله أنت دخلت بيها مصممين اللي غناها عمار ممنوع اي مصمم ينزلها تنزل الاصليه الاصليه مع الاصليه تنزل مع الختم يا الله تصعد صعده قويه احسد روحي بسمه راح يغير طبق اشوف زين ايش جوكم تبون نتوزع تبون فقره تبون لا شيء لا وين تتوزع لا الناس منتظره شنو فاتحين على الجولات الناس منتظرين ابو نهار طيب يلا طيب انا اقول نخليها عند عمار عمار عندك الموضوع تبي تاخذها من كومنت يلا انا راح اعطيكم شويه اسئله يا جماعه الخير اللي جاوب اسرع صح أي. اللي جاوب اسرع يلا صح ابو ود اللي يعجبكم وياكم يلا جاوب اسرع لو كل من سؤاله مو احسن لا كل واحد سؤاله ياخذ وقت طويل ابو اه يلا الظاهر ما عندك يعني وقت طيب ابو شاهين من تمشي بهداوة اه اي والله يا رايد يقولون الحكم الحكم بعدين خلي انت شمس بعدين راي ترى ما ناسيك قسم بالله ما ناسيك والله اي حكم اي حكم عمار نفذت اصعب حكم بتاريخ التيك توك انا راح السؤال الاول السريع ها اوكي من هو الملك الذي لا يتحرك الا مره واحده فقط شطرنج برافو مشان واحد كبيره والله يا ربع غار انا ما بيفوز علي ما بيفوز علي تكفوني السؤال الثاني ما هي المدينة التي أطلق عليها مدينة التلال السبع؟ اليمن. لا. إذا هيك يعني باقي الأسئلة. حلب. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. الروم. إسطنبول. لا. روما. حلب. أبو شاهين. شيء غصيت أنت. لا مطلع راسي من الجامعة جاي اتنفس زين قرب قرب ما نسمع سؤال الثالث ما الحيوان الذي يمكنه العيش في قالب الثلج لمدة 33 يوما المطي المطي ها؟ المطي المطي يعني يسموه ابو صابر ناصر مفروض انك تعرفه يعني البطريق لا الدب الدب لو الضفدع المطي يا اخي ليش الوقت يا اخوان العقرب صابر اخونا العقرب مو سهل والله مو مو سهل العقرب ذبحني قال المطي السؤال الرابع مو نوسك من اول من اكتشف اللعب لعبه الدومينو تركيا انجلترا لا تبي اسم الشخص ولا الدوله لا هي قديما اخترعوا هذا الشيء بس ما اقدر اقول لا تركيا بعاله تتروغلو يا اخي انت رايدو ابو شاهين المفروض تجاوبوه انتوا لانه الروم البابليون الصين الصين ذكرت البابليون بابليون 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 ما على لساننا لاعبين لعب حتى الدومنا على لسانه والله
ما اعرف هالمعلومه. من هو اول مولود في الاسلام؟ اول مولود في الاسلام عمار بن ياسر. لا لا عبد الله، لا مو عبد الله بن مسعود. اول مولود بالاسلام علي بن ابي طالب سلام الله عليه. لا 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 عبد الله بن الزبير صح. برافو عليك. هسه كم نقطه صار؟ ابن حواري الرسول 2-1. انا 1 ناصر 2 راس 0. زين لعبه. انت 2 انا 1. منو 2 انت؟ لا 1 ناصر. انت 1 انا 1. 1 انا 1. سؤال يقول ما هو اسم اكبر بحيره في كوكب الارض؟ بحيره ساول. لا لا مو قبرص، اسمها بحيره فيكتوريا. واحد بالكومنت جاوب قزوين. خلص قزوين. لا لا منو قال؟ منو قال قزوين؟ لا قلت قزوين. لا لا جاء الكومنت وقرينا قزوين يا الربع. 5 ثواني هي اي خلص الخ قال 3 انا قلت قزوين. طيب اوكي ابو عبد الله عد له 5. نعم. ها صفر. اوكي خلوه كومنت بفوز عليه. خلوه خلوه خذها بالغش بفوز عليه. لا تقدر. في اي عام قامت اول مباراة كأس العالم بين الفرق وبين اي دولة؟ شلون 1930 في ناصر. نعم بين الاوروغواي وما ادري من الدولة الثانية. ناصر 2 لو 3. ايه 1930 اول كأس عالم. انا 3 ناصر 2 راس. فازوا فيها الباراغواي او الاوروغواي والله ناس. لا اوروغواي بس ما فهمت السؤال انا والله. يقول لك اي عام 2000 اي عام قامت اول مباراة كأس العالم. عطني النتيجة. في ناس انقهرت اني تعادلت معاهم. لا لا ما تعادل. لا لا ما تعادل. شو ما تعادل؟ 2-2. اي 2-2 صح. تعادل. طيب يا المقهور راد لحد الان ما مفتهم السؤال قاعد. راد يلا راد ديزل سخن سخن. ما فهمت السؤال والله. ضل ضل على قاعد. ترى ما قزوين. اكو سؤال كلش حلو والله. يلا حلو احب السؤال. ما هو الشيء الذي يمكنه التحدث بجميع اللغات العالم؟ المترجم. مترجم طبعا المفروض ابو شاهين يعرفها بس ما ادري يعرف. لانه هو اصلا من اخترع ال عد الخمسه يا عم. الهاتف. 1-2 الصدى. منو قال صدى؟ انا. والله ناصر جاوب. اكوي ابو شاهين المفروض يمك. اكوي باقي لي درجتين. باقي لي درجتين. باقي لي درجتين. يلا صدى دا دا دا. ابو شاهين احنا ما حددنا النقاط. شنو يقول باقي لي درجتين؟ ما حددنا للخمسه. احنا دائما 10 10. لا لا 5 ثواني يعني. إيه. اوكي بس عمار النتيجه كم اللي يوصل رقم كم؟ بس عموري ملاحظه دا تتاخر وبالكومنتات دا تجي اجوبه والله. عد ما دا اتاخر مو اني دا انطي. شوف 5 ثواني 1-2 هاي كلها وقت. 3 طيب ما تقول زين ابو عبد الله. لحظه لحظه قبل تسال لين كم؟ خلينا نقول من 7 نقاط ولا 6 كيفكم؟ لا يا 5 يا 10. 10 5 10 يلا هسه كم نقاط عندك لناصر؟ يلا تمام 10. انا اللي مركز في الاسئله. اوكي فانا حافظ النتيجه 3-2-0 تمام. اوكي تمام. ابو عبد الله اول ما تخلص السؤال عد. 1 يلا تمام 2 يلا شجعوني كومنت شجعوني. اين بدات الالعاب الاولمبيه للمره الاولى؟ اثينا. 2 اثينا. الارجواي. بكين 4 اثينا. 5 صيب. اليونان. يونان. اثينا قلت اثينا. صح قلت اثينا. اثينا رائد رائد صح قلت اثينا. هو اليونان صح 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 رائد. انا قلتك تقول اليونان. يلا تمام نفس. لا 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 خلاص رائد جواب. رائد جواب الحق حق صح اثينا. رائد كم نقطه؟ 1 رائد استوى. مو مشكله ما عليه الوعد جيم 10. يلا دقيقه رائد عادي انت تفوز بس ابو شاهين لا يفوز تكفى. هذا عدو. شيء إذا أكلته كله يفيدك وإذا أكلت نصفه تموت فما هو؟ السمسم. السمسم. جاوب. حزورات. لا مو حزورات رايد مو مشكل يا أخي. هذا قدام سبيستون أبو شاهين يتابع سبيستون. مقزرها بألمانيا يتابع سبيستون. أنا إيش دراني السمسم.
يا اخي لا انا ابي تاريخ 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 اوكي ما انا مشكك انا مالي شغله 4 3 يلا. بس حلو اليوم الاعداد محضر روحه عمار والله ايه ابو عبد الله وحش اليوم ما كنت فرق او شاعر ذبحني قال حرب من هو شاعر الشعراء ها من هو شاعر الشعراء احنا شوقي امير الشعراء طيب المتنبي هذا ابو فتيان لا امير شوقي امير شوق احنا شوقي احنا شوقي محمد مهدي الجواهر امرؤ القيس ابو القيس والله امرؤ القيس ما حد جاوب انت عايز شعراء ودنيا لقب احمد شوقي امير الشعراء ولا واحد عرفه خلاص شاعر الشعراء يلا يعني يتذوقون الشعراء اكثر من شعراء اثنين ما عرفوا الشعراء انا عرفه قلب علينا قلب علينا من هو الشاعر الملقب برهين المحبسين رهين المحبسين سامع بي والله طرفه من العبد اثنين رهين المحبسين ابو ناس اربعه خمسه ابو علاء ابو علاء المعري ابو علاء المعري صح اوكي اربعه اربعه من قال من قال انا قلت ابو علاء المعري يلا روح لا بعد ما شو اسمه سلطان بعد وقت حبي ثلاثة ثلاثة واحد اي ثلاثة ثلاثة واحد ما الاسم الكامل لمنظمة اليونسكو ايوه واحد ابو مصطفى حبيبي رحم الله والديك منظمة اليونسكو منظمة الصليب الاحمر اربعة الهلال الاحمر خمسة جاكوني جاكوني يونسكو منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة شمعة هاشم السؤال هذا يراد ورقة اجيب لكم سهل تقولوا لي هذا حزور نهار يراد واحد عارف حفل مو تدون ابو شاهين شو السؤال هذا طيب علق ابو مشتاق حبيبي الف رحمة على والديك ما هو اكبر كواكب المجموعة الشمسية عطارد واحد اثنين الزهرة الزهرة المشتري المريخ المشتري ناصر جابه المشتري انا قلت المشترك اكوي 4-3 فلينقهر ابو شاهين ورائد هذا السؤال شوف هذا السؤال راح تعرفوه بس منو الاسرع يجاوب هذا راح تعرفوه يلا بسرعه بسرعه ما هي اكبر دوله خليج العربي من حيث المساحه السعوديه ابو شاهين جاوب اكيد السؤال سهل 4 على انا قلت على مود الاسرع هو قاص سهل انا هو الاسرع عجل انا المره الجايه لازم اقرب 4 هسان فزت شنو 4 4 ما ها يلا اي بعد وين العشره اللحق الربع ابو مشتاق الف رحمه على والديك يا طيب اي شباب دام ما هي الدوله التي اشتهر سكانها بزراعة قصب السكر البرازيل السودان ثلاثة الصومال أربعة خمسة الهند خلاص راح عبر السؤال عوف لا بس سؤال حلو أبو شاهين بيفائدة للمجتمع أما هذا اليونسكو لا أنا عبال الهند بس بهارة طلع حتى قصب السكر من هو مكتشف قوانين الحركة الثلاثة؟ واحد نيوتن أينشتاين لا صاحب علوم الجبر صح؟ نيوتن بس أبو شاهين جابه بس جاب العالم إسحاق نيوتن صح؟ هي نيوتن؟ إيه صح؟ أربعة توك تتعادل معاي توك تتعادل معاي الحين تعادل معاي سلطان لا تكتب أحسن لا تكتب بالسؤال الأخرى أربعة أربعة واحد يلا جابه كان فيزياء كيمياء حياة يلا 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 الوعد للعشرة ما هو الشيء الذي قلبه يقوم بأكل قشرته أوف الأخطبوط الضفدع واحد اثنين الحية ثلاثة أربعة الأقعد الشمعة الشمعة المشتعلة على أبو شاهين. ما أجيب لكم شوية من. لا تعدي جاي. طيب. أنا عندي تنويع بالموضوع. حلو. والله وحش أبو عبد الله حلو حلو. الرياضة اليوم ماكو. عندي رياضة. شو تريد عندي رياضة؟ لا لا. رياضة. نبي سياسة معانا. ثقيل. طب ثقيل. جفارة معانا. يلا. ما هي الدولة التي اكتشفت الشاي لأول مرة؟ الهند واحد الصين اليابان برافو ابو شاهين
الصين. الصين يا رجال ابو شاهين كل سؤال يقول الصين. والله العظيم اي سؤال يقول الصين ركزوا اي سؤال يقول الصين صح وخطا كلنا جاوبنا صح يا الله راح اوكي 5-4-1 في وقت خمسة أربعة واحد يلا زين يا ربع اي سؤال يقول الصين ارحب اي اس كله صاحب القطر على ثلاثة صح قلتوا تريدون شيلنا عن الرياضة ولا ايش كيف والله سياسة مطبقين محضر اليوم تاريخ كيمياء هذا السؤال يمكن راح تعرفوه بس الاسرع اللي ياخذه ما هو الحيوان الاثقل وزنا على سطح الارض الحوت الازرق الفيل فيل فيل ناصر لا الحوت الازرق اوكي صح بس ليش تراجعت لا كنت البحر رايد انت شنو قلت شو نايم رايد لا والله انا جاوبت الحوت الازرق لا على سطح الارض قلت مو البحر وين لا 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 الحوت يمشي على سطح الارض من تحت الماء بس ما رخصتك ابونا ادري الحوت مو حيوان شنو على سطح الارض ايه على سطح الارض وشو على سطح الارض الحوت على سطح الارض ايه على سطح الارض تحت الماء اي مو موجود مقتنع والكره الارضيه موجوده الماء مناصر الناس طيب لحظه انت تعتبرنا متخلفين والله لحظه انت جاوبت الفيل على سطح الارض بالكون الحوت يشطب ليش انا متنازل عنه يلا بلكت الله رائد نفسه لا دقة تبي تحسبها لك يعني ما يشطب مو جوابي صح ليش ما يحسب يلا ما يخالف اثنين فدوة لبود يلا روح يعني البحر بالسماء خلص خمسة البحر اوكي يلا بكيت يا ويلكم جاكم الاعصار ابو نهار ابو شاهد يعتبر سؤال يعتبر من عجائب الدنيا السبعة ويوجد داخل شرق الآسيا سور الصين العظيم الحدائق المعلقة صح اكوي يا ابو نهار هواي عجائب الدنيا السبعة هواي مو بس شغله اي خلاص شرق الآسيا صح سور الصين ابو نهار اربعة انا خمسة اربعة الله مع المظلومين ضد الظالمين ما تقدر اي لعبه في الدنيا ابو شاهين ما توزع لي اي لعبه بالكره الارضيه طيب سؤال في الدين يلا طب يلا. نبي من الانبياء كان يعمل حدادا فمن هو نبي داود ابو شاهين جواب داود عليه السلام كان صوته جميل مزمار من مزامير آل داود رايد لازم تستعجل ها ترى يتاخر يمك ستة لا هذه صح كم الحين ستة ستة خمسة لا والله انا جاوبت وين جاوب؟ ما يصير اثنين شوف هذا السؤال والله العظيم ستة منو ستة؟ أنا ستة وبشاهين ستة يلا هذا السؤال هم سهل يعني بس الأسرع ياخذه يلا اسم فتاة يتكون من أربع حروف وين حذفنا الحرف الأخير صار اسم مذكر واحد صفاء ثلاثة أربعة صح حمدة لا أميرة زين حمدة صح. شيء الآخر حرف يصير حمد هواي يصير هواي اكو اسامي يعني ذكروا ممكن لا والله ما تنازل عن نقطة دقيقة من قال شو اسمه لا, لا 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 بس هي اكثر شيء شنو الاسم اللي قلت ناصر حمدة شيء الآخر حرف حمد ما عندنا حمدة اسم مذكر نورة اسم لا بالخليج حمدة واجد انا مواليد مستشفى حمدة بقطر والله العظيم صفا نوره بس هي كم حرف حمد اي نوره اربعه تصير ثلاثه اي صح أوكي. ابو شاهين لا بس نور للذكر لحظه لا ابو شاهين نور للذكر والانثى في رجال اسمه نور نوره لحظه في رجال اسمه نور وفي بنت اسمها نور يشطب يا اخي عوف هاي السؤال عوف يشطب اخو نايف من شوي الحوت الازرق حسبتوه الرايد الحين انا يشطب حبيبي انا سبعة ابو شاهين ستة بود اثنين لا 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 والله يا رب لا تظلموني يعني رجلي مكسوره كفايه ظلم خلاص السؤال يقول اول نبي تكلم اللغه العربيه اسماعيل ابراهيم صح سيدنا اسماعيل العرب انحدرت من سيدنا اسماعيل هسه صار السبعه استوك
يلا صدقه بفوز عليكم كلكم 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 بفوز عليكم. اطلع اطلع طبعا السياسه. عطى جفاره عطى السياسه. طول بالي على الرياضه وين صارت؟ لا هذا هذا شو؟ هذا السياسه اوكي. والله ابو شاهين ما تقدر لي بي لعبه. ابو شاهين يقولون انت سبعه مو سته. اي والله سبعه انا والله العظيم. اوه بدينا شغل عاد والله العظيم زين. هذا هذا تاريخ يعني مو دقيق. ما هو تاريخ اليوم العالمي للغه العربيه؟ 1984 2 3 85 5 6 ابو شاهين عن اللغه بال 84 طلعت العربيه. ما اعرف ما اعرف 18 من ديسمبر لكل عام. صح. صح. هذا هذا اليوم الوطني بقطر. صاعدين هنود باللايف ما ولا كأنه ما يتشن عربي. ليش؟ لا ما عرف التاريخ اللغة العربية ايش وقت؟ هذا اشتراني والله. دقيقة. يا ربع أبو عبد الله أبو عبد الله سؤال الحين كم النشرة كم كم؟ سكور كم؟ 7-7 معمار نورت حبيبي. أنت قلتوا 10 لو 5 أنا ما أعرف. إي إي بس أنا كم كم نقاط؟ أنا كم نقاط؟ هسه انت سبعة وصلت مو؟ وابو شاهين ستة. ورايد كم؟ ورايد اثنين. ابو لا تعطيها بمب لا تعطيها لا بمب. والله الكومنت يقولون مو انا لا ترفع هجيك تليفون. اسف من عندكم ما عندي شحن والله. يلا خلاص اوكي ثلاثة. يلا سبعة ستة ثلاثة روح. اوكي رائد ابو شاهين ما تفوزون لو طيب. جوجل تستخدمون. ما هو الحيوان الذي ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟ واحد الأفعى ثلاثة العقرب أربعة الفيل. هاي ثمانية ثمانية إكوي أبو نهار شلون الفيل ما يقفز وأنا النهار كله طير فيها. طب هذا هم سهل هذا سهل والله هذا سهل. تدري ليه في مثل يقول شلون إذا الفيل يطير اقنعني مدري كيف اقنعك ان الفيل يطير. والله كلها مقتنع الفيل جاي يطير. خلاص اوكي حبيبي ثمانية انا ها. طيب ابو شاهين اقول شيء خليك ثمانية بعد. هذا سهل يعني يمكن ما تجاوب بس اعتقد جاوبوها بس شوف يا الاسرع. يلا الاسرع الاسرع. من هو المبنى الاطول الذي تم تسجيله على برج خليفة انها اطول؟ انا اسمعك لو سمحت شوي مستوى شوي مستوى في العالم شوي مستوى لو سمحت شوي مستوى. انا اعرف السؤال فهم السؤال نصف الجواب. اي المفروض اه المفروض كان كان يكمل على الاقل. يلا خلاص يشطب ولا تزعل يشطب يشطب هسه سبعه كل التوب شاهين. انا ثمانية ابو شاهين سبعة عاد ها لا حد ياخذ حقي. يلا لا حد ياخذ حقي تنازلت واجد. ما هي الدولة العربية التي تقع على امتداد خط الاستواء العالمي؟ السودان. واحد اثنين مصر السودان أربعة الصومال خمسة. الصومال بس الصومال. تأخرت لا لا بشرك لا لا والله والله ما تأخرت أنا قلت خامس وجواب. اسمع بس مرخصة اسمع والله والله خط الاستواء خمسة ما يصير. لا صبر 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 لا 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 سبع دول لا 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 خمس ثواني لا 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 أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء خط الاستواء يمر السودان ويمر الصومال. لا انت ما لا لا قسما بالله العظيم وبعدين انا جاوبت قبل خمسة تسعة عمار روح للكومنت عمار تسعة والله يتأخر يقولون تأخر يا اخي تأخر تأخر خلي غيره لا لا ما تأخرت لا انا قلت الخامس وجاوبت اي ابو عبد الله ابو عبد الله انت حكم في ذمتك انا تأخرت بقول لك تم شوف انا قلت خمس خامس وانت جاوبت اي تأخر خلاص شو تقولون انا قلت خمسة وجاوبت تم تم يا ابو عبد الله تم لا تم تم من هو الشخص الذي اوكي طيب تمام يلا من هو الشخص الذي لقب بقاضي القضاء في الاسلام؟ واحد اثنين والله اعرفه نسيت راح عبد الله بن مسعود اربعة خمسة. ابو موسى عمر بن الخطاب يوسف القاضي ما اعرفه ما اعرفه ليش تشذبون بالتعليقات ما تستحون يعني تقرا تعليقه عمار شناوي اليوم عمار شناوي اسئله منوع والله زين. يعني انت حرفيا مال من سيربح المليون ادري ادري المفروض فايز يا كومنت بس ما عليه ما عليه شو نسوي زين اني شوف مو اني مشك يعني شوف اني تريدون اشياء سهله لا لا مو سهله السؤال يقول يعني.
كم عدد هذا؟ شوف هذا لازم أسرع شيء راح تعرفوه كلكم. يلا. كم عدد الدول العربية المسجلة في جامعة؟ 22 دولة. ناس. 22. شنو بعد؟ 22 والله أنا قلت 33 غلط. فيكم يا رب. على لساني والله. يلا ما تبي تحسبونه بعد عادي. طيب هذا. تسعة آخر. لا لا ثمانية. أصر. والله تسعة. تسعة ما تستاهل والله يا ابو ناهر. حبيبي يا اخي كل شوي قاعد تنقص يا ابو شاهين روح. والله ثمانية عمان. والله العظيم تسعة وانا شاطبين مني اربع نقاط. روح روح ابو عبد الله. ايش عنده ويا الرياضة عمار يضوجنا. خذ هذا الرياضة اكثر دولة شاركت نهائيات كأس العالم منو؟ يا البرازيل. ما سمعت شنو شنو؟ برازيل. اكثر دولة شاركت نهائيات كأس العالم. فرنسا. اثنين. اليابان. ايطاليا ايطاليا المانيا المانيا هولندا المانيا. ما حد جاوب ما حد جاوب. شلون ما حد جاوب؟ انا قلت المانيا. رايد قال المانيا. خلاص يعني رايد صار ثلاثة اربعة صرت. خله يصير ثمانية. يلا عاد. كم عضلة يوجد في جسم الانسان؟ 365. هاي السنة حب. ايه هي 300 شيء. ها 300 366 365 600 يا غشاش. هذا غشاش قسما بالله العظيم انه غشاش. اي ربك ما طفى تليفونه. زين 8 ابو شاهين عمار طفى تليفونه ما خلصت الجوله. لا ان شاء الله. لا لا والله انا فايز ولا علي منكم. تكلموني رايد وابو شاهين جيبوا لي درع واغنيه. انت 9 بعد. لا لا والله. لا 8 كله ابو شاهين. لا والله انتم غشاشين. انتم تشوفون بوركتي غشاشين. ابو نهار غير خمسة من الكومنت ابو عليك اخو نايف اصلا والله ما يخلص سؤال ولا لا صحيح ابو ود والله نعمار ما يخلص سؤال انا اجاوب صح هسه انا راح اسال صح هسه انا راح اسال ايش حنا انا مشكله راح اتفهم عدي والله ايش حنا يجي قول ابو شاهين الله يسعدك لا لا انا بسالكم اسئله يلا لا تشرد انت تريد ذيك الاسئله يلا مال من سيربح المليون يلا انتم ها عمار خلص شحن خطيه اي خلص انت ايش حنوي وين راح رائد اسمع الجواب 98 تمام أنا بس في سنة يلا يلا أبو شاهين وين راح رائد اسم جاهزين السؤال يلا. الأول جاوبت طيت الجواب سمعت لا لا عبود يلا سؤال الأول جاوبت طيت الجواب سمعت لا لا عبود عبود لا تشي زين أوكي أول شيء لا تروح على التاريخ روح غير شيء سرعة واحد خلاص بقى واحد بعد صالك 99 ثلاثة أربعة خمسة ما حد 94 كلكم غلط يا رب ليش يقولوا لي قفل ليش ألفين وأربعة عقب وشو بعد أنت للحين على السؤال أنت مش ما أدري غير ياسر عرفات الله يرحمه خلصها بس يبوس بالحالة زين اسمعوا عمار يرجع ناصر معلومه من يطلع واحد تقوم شو تقوم صورتك تطلع من فوق نص يطلع نص لازم ترست وتجي بسرعه صح شلون رست وجهي اطلع من البرنامج كله لا بس هسه واضح قاعد يكتبون واضح هسه تمام كومنت واضح شباب يا الله يا الله لا يقول مو واضح يقولون واضح لا مو واضح لا رست هسه مو طلعت في جلسه ثواني ما طولت ابو شاهين لك علق ابو شاهين يمكن طفى تليفونه طفى اي مو انا رستت يا الربع اي اجى ابو شاهين هسه واضح اي تخبل حبيبي الله يحفظك رحم الله والديك كومنت ايش قد صار للانستغرام مال ابو شاهين هسه شوف شباب ايش قصر الانستغرام ثلاثة واربعين
واضح. وين راح ناصر؟ يرست ويجي. عمار. عمار اتوقع طفى تليفونه. منو هذا قيد الانتظار؟ ها ناصر. ها هاي الحبيب. شباب رحم الله والديكم على 150,000 يا ابطال. ما يرجع ابو عبد الله؟ خلص في حنوه. كتبوا له الربع، كتبوا العمار. يلا ناصر كملهم، دن ثلاثة اسئله لان انا هم راح يدفع 2%. والله يلا يلا من خمسه. ها من خمسه يلا. طيب الاسمر حبيبي رحم الله. انا رائد. ايه من اخرج فيلم الرساله؟ خالد يوسف، يوسف شاهين، مصطفى العقاد، شريف عرفة. مصطفى العقاد. مصطفى العقاد. ابو شاهين قبلك. انا فنان ممثل. من افلام من افلام الممثل احمد حلمي: الباشا تلميذ، المتسول، مطب صناعي، خير وبركه. مطب صناعي. واحد واحد كلكم مع بعض، يعني 2-1 النتيجه. من هو مؤلف كتاب البخلاء؟ يوسف زيدان، نجيب محفوظ، عايض القرني. نجيب محفوظ. جاوبت انا اسرع. 2-3. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. 5 غلط. الجاحظ. الجاحظ. انت قلت الجاحظ ما سمعتك. ايه اي قال الجاحظ. من اشهر معالم اسطنبول: تاج محل، الاكروبوليس، البتراء. يا صوفيا. صوفيا. اسرع. البتراء. كلكم مع بعض. 3-2. كم يبلغ ارتفاع اعلى قمه في العالم؟ 6,428، 7,000، 8,000، 9,000. 9,000. الاول 6,000 و 2 3 8,000. ابو شاهين صح. 8,000. 4-2. اي من هؤلاء الشعراء ينتمي للعصر الجاهلي؟ ابو تمام، المتنبي، النابغه، ابو فراس. ابو فراس. واحد. لا لا مو ابو فراس، ابو تمام. ابو تمام. لا المتنبي. النابغه. بس عيد الاول ابو نهار. نابغه. 5 غلط. ما عاد. ما سمعت. ما يصير عاد، ما يصير عيد، ما يصير. خلاص راح راح. فيه فيه انت احفظ. طبعا هذا سهل كلكم بتعرفونه، ترى اللي اسرع. بس انا بسمع الاسرع. يلا. من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ المتنبي. صح. كم من نتيجة الربع؟ 4-4. 4-4. أين؟ إيش اسم أعلى قمة في العالم؟ طاروس. 2-3. 4. طاروس. 5. وتقع في النيبال يا جماعة الخير. جبال الألب. إفرست. راحت خلاص. هذه من راسي لان خلصت الاسئله هذه. تمام. بعطيكم كم نتيجه؟ 4-4. 4-4 اخر سؤال. اي زين ابو شاهين، ننزل 3-3. لا 4-4. زين سؤال. ايش تبون؟ ابيكم تتفقون على شيء. يلا سريع. لحظة أبو شاهين، عينك وصلتني. خلاص ارجع. يلا مو انحولد. يلا ارجع شوي. ارجع السؤال من الكاميرا. زين ايش تبون بسرعة؟ رياضي، سياسي، اقتصادي، وشو؟ سياسي. سياسي. ايش رايك يا رائد؟ هاني وياكم. ايش تردون؟ لا بس الرياضي اليوم ظلمتوني هواي. زين ابد ما سويت الرياضة، ما ادري ايش بيكم ياها. طيب نجيب تاريخي. ها يلا ابو ود، ما ادري ايش اقول في الرياضه والله. يلا طيب خلاص بجيب لك الرياضه. يعني من 30 سؤال ولا واحد رياضه؟ خلاص يلا ابشر. على خشمي على خشمي على خشمي. لحظه والله لا دوخك انت. تبيها رياضه؟ ليش عندك شيء وياي؟ تبي تقتلني؟ تريد تقتلني. بس أتأكد من المعلومة. أبو نهار من هسه يكتبون البرازيل.
احبه هداف كأس العالم عام 1994 رونالدو 94 روبرتو كارلوس روبرتو باجيو روبرتو باجيو 3 4 رونالدينيو 5 دايفيز خريستو ستوي تشكوف الله يوفقك تعبكم. الله يوفقك تعبكم. ما اقول غير شيء توقعت روبرتو باجيو ها تبون رياضي اي 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 حلو رياضي ليش لا رياضي هداف كأس العالم في عام 1998 سوكر رونالدينيو صح سوكر مبروك أبو الود خسر أبو شاهين هاردلور مبروك أبو الود مبروك شعراء بيناتكم متفق مبروك أبو الود مبروك ياسر على هاي السالفة اللي سويتها باكر راح بس اسوي وياك ديو اغنية راح اسجل روحي باسمك لا 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 انت قصة باكر قصة ابو شاهين والله العظيم باكر رايد 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 لحظة بيني وبين ابو شاهين بسرعة خمسة سياسية بشوف انا ولا هو بالسياسة تكفى رايد خلاص خمسة سياسية بسرعة 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 ناصر باكر الا كله ديو وياك لحظة طب بجرب بالتاريخ العراقي كيفك اي دوله رح حلفت الله يا ناصر باكر صفحتك كل تقعد الصبح تلقاها بس ديو راح اسجل روحي باسمك بهذا الصوت بالتاريخ العراقي ما عندي شاحن والله وما اقدر راح يطفي اثنين لا وعدتهم بالسوالف ابى اسولف معاهم بعد شوي بس انه الشاحن الغرفه الثانيه قافل يسد اللايف انا اسف رحم الله والديكم كل من باللايف كب بس ترجع على راسي ما عندي شاحن شنو بلش لو دكتور يلا اسال راح عادي عادي بقوم بجيبه عادي والله ابشر ابشر يلا بود ها ابدي يلا يلا بالتاريخ العراقي الحديث يلا باليوم والشهر والسنه لا لا لا, لا, لا كلش كلش هو يوم مميز لا مو لا كلهم السنه يوم راح انطي السؤال اي اي باليوم يلا هو تاريخ مشهور يا اخي عطني السنه طول سؤال الطور راح يطفي التليفون شباب تاريخ مشهور والله بس هسه سمعته يلا تاريخ مشهور باليوم والشهر والسنه متى يلا. توقفت الحرب العراقيه الايرانيه 8/8/88 ابو شاهين نقطه 8/8 صح اي اي هو مميز 8/8/88 يلا واحد ابو شاهين متى متى فرض الحصار على العراق 28/9/91 2 ابو شاهين والله العظيم قبله والله اكون عايف منو قال كومنت انا اثق بكم 1991 كومنت يعني. كومنت منو الاول كومنت ابو شاهين يعني ابو شاهين منو الاول 9/91 انا اول واحد قلت والله العظيم اني انا قلت والله من شخص موثوق يقول ناصر واحد كل اوكي زين نبقى سياسه لو تريد كل شيء طب سياسه وتاريخ طب ثوره عراقيه مشهوره باي ايه. سنه اقدم 14 تموز 1920 عفيه ايه ثوره ضد الانجليز عفيه عليك ثوره اهل الجنوب نعم عفيه عليك تقصرنا 2-1 2-1 زين نروح شوية تاريخ سياسة رح ضل بالتاريخ ماش عندك التاريخ باقي 5% ترى زين تعال شوية رياضة يلا أبو شاهين رياضة ما يخالف ايه تفضل من أشهر نهائيات دوري الأبطال ريمونتادا عظيمة ليفربول إيسي ميلان أنتر ميلان والله ليفربول لعبوا في ملعب اولمبياد اتاتورك ميلانو 5 نهائي رحت هسه تعرفته ايوه
بايرن ميونخ مانشستر 99 عافيه بايرن. يا ابو شاهين يا ابو ود يا ابو ود لما يدخلون 3-0 الشوط الثاني 3-3 متفق عليه دقيقه 94 جن جولين متفق عليه ابو لا ما يصير متفق عليه هذا اي واحد رياضي طيب خلاص لا هو جاوب ولا انا جاوبت يلا اوكي 2-1 لي يلا 2-1 زين حبيبي روح تاريخ وسياسه تكفى والله فلسفه سياسة؟ اقتصاد طب 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 الاقتصاد طب الاقتصاد آدم اي والله ولد عدد على آدم اسمه على الميزانيه الدوليه ايوه روح لا ما أرد أنطي هذا كلش هذا يصير صعب على ناصر ما أعرفه لا والله مو صعب علي لا 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 والله مو صعب يقولون اثنين كل شباب ترى والله إني أقرأ في تواريخ الدول كلها الكومنت يقولون اثنين كل يا الربع إيه طب اثنين كل شلون والله أيوة. ما أدري أنا مدى أحسب بصراحة والله الكومنت صح والله العظيم ماني شاب وعلي وعلى عافيتي يا يستعطف الكومنت يا الربع والله ما يصير والله ما يصير يلا زين انت صيغ هذا السؤال شلون اصيغه كومنت انا وعدتكم بالسوالف ابي اروح اجيب شاحن واجي اصبر ولا ابو شاهين يطفي بعد مشكله راح يطفى والله عد 1% بقى واحد انا 4% يلا زين بيت شعري اي عمار المعمار حبيبي رحم الله دقيقة معلق على جدار الكعبة ما قبل الإسلام وإجب آية قرآنية يعني البيت مكتوب قبل القرآن الكريم أي لأي شاعر عمرو قيس عافية 3-2 يا أخي شو 3-2 يا أخي شو 3-2 شو 3-2 شون البيت معلق على جدار الكعبة والحمزة بين الكعبة طابوقة طابوقة ما جايفته بس شلون المعلقات السبعه حبيبي شنو السالفه ابو شاهين لما صار سوق عكاظ وكانت موجوده الخنساء طيب اوكي حتى المعلقات يلا 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 تكفى بود ها ليش هيك مستعجلين مو دا اسوي لك سؤال حلو والله دا اجيب مره والله اسئلتك حلوه بس جوجل يا اخي انت وين شاحنك ابو شاهين انا شاحن بروح اجيب هذا الشاحن مخلص والله هذا كومنت كومنت تكتبوا اسئله لان انا دا اطلع من راسي ترى ها كومنت يقولوا لي لا تقوم لا تقوم اشتري الشاحن هذا والله عشان تكون عطل يكون السؤال حلو مو خلص شاحن العفو مو عطل كيفكم لاحقين شنو ثلاثه كل تامرون اقول لك هاي خاف جماعه ابو شاهين مشتغلين بالكومنت يا بود 3-2 لا يظلم عندك احد يا بود شو الكلام هذا زين اول من دخل الاسلام عمار بن ياسر لا لا كومنت اعطيتوني السؤال وما اعطيتوني الجواب من الصبيان سيدنا علي ومن الرجال ابو بكر الصديق بس انت حدد سيدنا علي كان قدام الامام كان يعني. شباب لا لا خليه يشطب لان كتبوا لي سؤال بدون جواب اول قدام عمار بن ياسر شباب الكومنت اكتب لا السؤال لا لا والجواب لا لا, لا 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 يا ابو شاهين اي لا لا اول شهيد بالاسلام عمار بن ياسر اول شهيد هو قال اول مولود اول مولود علي بن ابي طالب عليه السلام اول من دخل الاسلام من الصبيان صح من الشباب يلا يشطب هذا بود اي والله يشطب لين كتبوا طيب بدون جواب حتى منه وقع يلا بإشكال كومنت والله كيفكم على الشاحن كيفكم بين طب بين رئاسة الوزراء لعبد الكريم قاسم واحمد البكر منو عبد السلام عارف عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف اخو اثنين اخوان صعد فحز اللحم 62 بس 62 واخوه جاب بال 64 وما 68 عمه قاعد بالطياره ناصر اسرع زين كم اربعه اخر سؤال بسرعه بسرعه يا اخي ابو شاهين ثوره يعني شوي. ثوره تشرين ايه؟ العراقيه ايه هاي كلش حديثه يا سنه 2021 21 22 19 ما اعرف صراحه 19 زين كومنت كومنت أسئلة حلوة كومنت هسه ايش قصرتوا تمام يا كومنت اخ 1-9 اقرا لكم والله اقرا كذا رقبتي يا ناس ايش قصرتوا جد اخر سؤال لا يطفي هو عقب انا لافست عليكم يوم عمار ولافست عليها الحين وانت موجود بموت قهر
ابو شاهي مو تسحب الشاشه على اساس طفى؟ لا ما كل الحركات ماكو ولا صفر، تليفون صفر. تكفى تكفى زين زين بسرعه، هذا يراد له سرعه. من هو خادم المظلومين؟ ابو شاهي. ابو شاهي جاي قبله أربعة أربعة والله. أنا وزعان سمعته ولا عراقي وعراقي تبي تفوز ضدي صح؟ قولي رائد لا ما فوز باتر مليوني نصعد الحساب بس ديو. قصار قصار أربعة كل. قول والله إنك تحسب هذا سؤال. ما اللي والله سؤال إيش بيه؟ جايين من التاريخ جايين من تاريخ الجاهلي إلى التاريخ الحديث. إيه لو طفى بعد ثورة تشرين. أبو تستعبط أبو تستعبط شوف طفى الرجال وراح. أنتم عراقيين متفقين علي صح؟ احنا عراقيين نحبك اموت عليكم بس هذه واضحه. لا ما بيها شيء والله سرعه بديهي. قولوا ما تبون تفوزوني عادي يا اخي ما اشارك. لا انت يا اخي باي باي مع السلامه مع السلامه باي. اوقف يا العيار اوقف باي باي. ذيك اللي طفى بيها تليفون عمار انت فايز باكتساح. سبحان الله يوم جاء التتويج طفى تليفون عمار، جاء التتويج مره ثانيه طفى تليفون. فايز باكتساح دا اقول لك فايز باكتساح والله خلاص والله شو اسوي مظلوم قلب ورب رجلي مكسوره وحالتي حاله ومظلوم في المسابقات والله يا جماعه الخير شكه يما العيال اكثر اكثر انسان مقموع بالحياه لي الله يا الربع يا الربع يا الربع ما شايف واحد يتمسكن مثل ناصر لوبير. زين ابود اوش اشتقنا لك والله انا مشتاق لك كوما. اي والله وزينك فتحت اليوم خليت الله يطول عمرك زينك فتحت خليتنا نشوفك. انا والله باقي 3% يلا تمام يلا. ولازم يعني يبقى لي شويه وقت عشان اودع ربعي. يلا سولف وياهم حقهم عليك ان شاء الله. ايش تامرني عليه الشيخ يا روح انت؟ شنو 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 تبي شيء حاجه اقول لك خدمه حاجه في الدول عيونك؟ لا يا روح اريد سلامتك بس تصير زين في وجود الطيبين يا بعد عمري. سلامي سلامي للاهل. مرحبا مرحبا في دول عيونك في دول عيونك. هلا هلا ابو نهار هلا. يا شيوخ يا شيوخ يا شيوخ شو اللي تعملون عليه يصير. احسب لي دقيقتين لين اصل الغرفه اخذ الشاحن وارجع. شو اللي تبونه؟ كيفكم تسوعي كيفكم؟ تبون سوالف نقاشات؟ أجل موعدنا غدا بإذن الله إن شاء الله. الله يبيض وجيهكم على هذه الليلة الطويلة. اسمحونا طولنا بالقستات ما خذينا وقت لكم كافي نسولف معاكم، سولفنا بداية البث لكن حقكم أكبر نعطيكم من الوقت الأكثر إن شاء الله. لكن إن شاء الله نخلص أمسياتنا ونخلص أمورنا إن شاء الله، وأوعدكم إن شاء الله بلايفات مطولة بيني وبينكم. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة لأمسية الإمارات، بكرة إن شاء الله أني راح أعلن لكم بالسناب أو بالإنستغرام إذا ما راح أروح تمام، لكن والله احتمال أني أروح إن شاء الله.